السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر القسم الأدبي معكم معلمة الجغرافيا أبلهند هند إبراهيم لازلنا الآن في عناصر المناخ درسنا مسبقا أول عنصر من عناصر المناخ وكانت الحرارة ثم تكلمنا ثانيا عن الضغط الجوي بدأنا في حديثنا عن الرياح الآن نستكمل الرياح حتى نستكمل الرياح وهي حركة الهواء بالقرب من سطح الأرض لا بد أن استرجع مره اخرى هذه القوانين المناخيه المتعلقه بنشوء الرياح. ان الرياح تنشا بسبب اختلاف الكسب الحراري بين اليابس والماء وبالتالي اختلاف مناطق الضغط الجوي فيبدا الهواء بالتحرك وتنشا هذه الرياح. القانون الثاني ان الرياح تسمى باسم المنطقه التي جاءت منها وتتخذ صفاتها. رقم ثلاثه ان الرياح بسبب دوران الارض حول نفسها تنحرف الى يمين اتجاهها في النصف الشمالي من الكره الارضيه والى يسار اتجاهها في النصف الجنوبي من الكره الارضيه وفق قانون فيرل فلنستعرض الان على هذه الخارطه مراكز الضغط الجوي التي اثرت في نشوء هذه الرياح هناك مراكز الضغط المرتفع السيبيري والضغط المرتفع الازوري شتاء والمنخفض على البحر المتوسط ادت الى نشوء نوع من انواع الرياح في الوطن العربي وهي الرياح الشتويه وكذلك الضغط المنخفض على شبه الجزيره العربيه وعلى في السودان قاره افريقيا في السودان ادت الى جذب الرياح من الضغط المرتفع على المحيط الهندي والضغط المرتفع على المحيط الاطلسي. الان نوضح انواع الرياح الرئيسيه في الوطن العربي. هناك عندنا رياح صيفيه تنشا في فصل الصيف وتسقط على الاراضي العربيه وهناك رياح شتوية تسقط وتهب في فصل الشتاء، وهناك رياح دائمة على الوطن العربي تأتي في فصلي الصيف وفي فصل الشتاء، ولكن تأثيراتها تكون مختلفة بين الفصلين. أولاً الرياح الصيفية، الرياح الصيفية ثلاثة أنواع، أو عفواً هي نوعين: الرياح الجنوبية الغربية المطيرة، والرياح الجنوبية الشرقية، والرياح الشمالية الشرقية. سأصنفها من ضمن الرياح الدائمة. الرياح الشتوية وهي الرياح الغربية أو العكسية، والرياح الدائمة التي هي شمالية شرقية تسقط في فصلي الشتاء وفي فصل الصيف ولكن تأثيراتها مختلفة. أعزائي الطلبة فلندقق الآن في الخارطة التي أمامنا. هذا تطبيق عملي وفعلي لاختلاف الكسب الحراري واختلاف الضغط الجوي بين اليابس والماء وبالتالي نشوء الرياح وحركه الرياح ومساراتها. الان هذه الخريطه توضح الرياح الشتويه في الوطن العربي. مراكز الضغط الجوي التي تؤثر في مناخ الوطن العربي شتاء هو الضغط المرتفع السيبيري، انخفاض شديد في درجات الحراره في سيبيريا ادى الى ارتفاع شديد في الضغط الجوي وخروج الرياح من الضغط المرتفع السيبيري باتجاه تبحث عن ضغط منخفض. وستجد الضغط المنخفض في الأراضي العربية أو في المسطحات المائية تبحث عن أي مسطح مائي ذو ضغط جوي منخفض والضغط المرتفع الآزوري جزر صغيرة جزر آزور واقعة في المحيط الأطلسي يصل تأثير هذه الجزر إلى الأراضي العربية هذه الجزر الصغيرة هي من الأسباب هبوب الأمطار الغزيرة على طول سواحل البحر المتوسط كما سنرى الآن إذا أهم مراكز الضغط الجوي شتاءً الضغط المرتفع السيبيري والضغط المرتفع الازوري والضغط المنخفض على البحر المتوسط اول نوع من انواع الرياح الرياح الغربيه العكسيه في فصل الشتاء هذه الرياح تنشا في جزر ازور بسبب ارتفاع الضغط الجوي فتخرج الرياح من جزر ازور تخرج عطشه جافه شديده الجفاف خرجت من يابس ولكنها اول ما تخرج تمر على مسطح مائي كبير جدا وهو المحيط الاطلسي فتتشبع ببخار الماء هدفها انها تخرج من الضغط المرتفع الازوري باتجاه الضغط المنخفض على البحر المتوسط واثناء عبورها ورحلتها تتشبع ببخار الماء من المحيط الاطلسي وتسقط امطار غزيره على دول المغرب العربي لانها هنا تصطدم بمرتفعات اطلس وامتداد سلاسل جبال اطلس ساعدها على سقوط هذه الامطار الغزيره وتكمل مسيرتها باتجاه الضغط المنخفض على البحر المتوسط وتسقط امطار على طول سواحل البحر المتوسط حتى تصل الى وين؟ حتى تصل الى المرتفعات الغربيه لبلاد الشام الغربيه، لماذا؟ لانها اول رح... اول ما ستصادفها المرتفعات الغربيه. تسقط أمطار غزيرة جدا على المرتفعات الغربية ولكنها عندما تكمل مسيرتها تصل إلى منطقة ظل المطر فتكون جافة فتؤدي إلى تكوين بادية الشام هل يعقل؟ نعم هذه الرياح التي أسقطت أمطار على طول ساحل البحر المتوسط هي التي ستؤدي تكوين بادية الشام بسبب اصطدامها بالمرتفعات الغربية لبلاد الشام هنا يأتينا سؤال علل تكون بادية الشام بسبب اصطدام الرياح الغربية العكسية بالمرتفعات الغربية لبلاد الشام وإسقاط حمولتها وعندما تصل للشرق تكون جافة وهنا يأتي سؤال آخر ما النتائج المترتبة على هبوب الرياح الغربية أو العكسية؟ رقم واحد سقوط أمطار غزيرة جدا على طول سواحل البحر المتوسط رقم اثنين تكوين بادية الشام القسم الثاني من الرياح الشتويه هي الرياح الشماليه الشرقيه واعتبرناها شتويه وصيفيه لذلك صنفناها تحت الرياح الدائمه الرياح الشماليه الشرقيه تهب من مناطق الضغط المرتفع السيبيري خرجت من سيبيريا باتجاه الوطن العربي ما هو اتجاه هذه الرياح ستكون ها خرجت من منطقه الشماليه الشرقيه فبالتالي تكون رياح شماليه شرقيه جافه لانها خرجت من يابس ولكنها اثناء مرورها على بحر قزوين تتشبع ببخار الماء فتسقط امطار متفاوته على بلاد الشام وشمال شبه الجزيره العربيه، اذا هي تبحث عن ضغط منخفض فتمر واثناء مرورها تصطدم بالجبال وتسقط امطار متفاوته ليست بغزاره الرياح الغربيه او العكسيه. اذا الرياح الشتويه، رياح شماليه شرقيه ورياح غربيه عكسيه. الآن بالنسبة للرياح الصيفية في الوطن العربي، لابد قبل الرياح أن نذكر الضغط الجوي. درجة الحرارة على اليابس مرتفعة جدا والضغط الجوي منخفض جدا، ضغط جوي منخفض يعمل على جذب الرياح. من أين يجذب الرياح؟ من المسطحات المائية المجاورة. هناك الضغط المرتفع على المحيط الأطلسي، الضغط المرتفع على المحيط الأطلسي، الضغط المرتفع على المحيط الهندي. هنا لابد ان اذكر، عفوا على المحيط الهندي وعلى بحر العرب، وهنا في شبه الجزيرة العربية يتكون منخفض جوي. ما المقصود بالمنخفض الجوي؟ المنخفض الجوي أعزائي الطلبة، هو عبارة عن التقاء كتلتين من الهواء، إحداهما باردة ثقيلة والأخرى دافئة، التقيا مع بعض. اصطدما. ما الذي يحدث هنا؟ يحدث صراع. ما الذي يفوز؟ كان المنطقة فيها ضغط جوي مرتفع لأن كتلتين تصعد الدافئة إلى الأعلى إذا بدأ صعود الهواء ما الذي يحدث للضغط؟ تصبح المنطقة ذات ضغط جوي منخفض تعمل على جذب الرياح وبالفعل يتكون منخفض جوي ضخم في شبه الجزيرة العربية صيفا يعمل على جذب الرياح المطيرة ولكن طبعا تكون درجة حرارتها مرتفعة من بحر العرب والمحيط الهندي الآن بالنسبة للرياح الصيفية، هناك الرياح الجنوبية الغربية تهب من مناطق الضغط المرتفع على المحيط الأطلسي، هدفها عن الضغط المنخفض على اليابس فتكمل مسيرتها، تسقط أمطار غزيرة على وسط وجنوب السودان، تسقط أمطار غزيرة على وسط وجنوب السودان وتكمل مسيرتها، تتشبع ببخار الماء من بحر العرب، عفواً من البحر الأحمر وتسقط أمطار أيضاً على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، إذاً الرياح الصيفية منخفض جوي على شبه الجزيرة العربية، رياح جنوبية غربية مطيرة على وسط وجنوب السودان وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وأيضاً الرياح الأخرى هي الجنوبية الشرقية أو الرياح التجارية. وهذه الرياح التجارية هي دائمة مكانها في نفس المكان. هذه الرياح التجارية جاءت من الضغط المرتفع على المحيط الهندي تهب على اقصى جنوب الصومال. تعمل على سقوط امطار غزيرة جدا على اقصى جنوب الصومال. لانها واقعة في منطقة استوائية وخرجت من محيط فتسقط امطار غزيرة جدا. ولكن نسترجع القانون، وفق قانون فيرل تبدأ هذه الرياح بالانحراف بعد عبورها خط الاستواء لتصبح ماذا؟ رياح جنوبية غربية موازية لساحل الصومال فلا تسقط أمطار في شمال الصومال، رغم أنها واقعة في منطقة استوائية، تسير بمحاذاة سواحل الصومال وتسقط أمطارها على المحيط الهندي، وللأسف الشديد تتكون صحراء الصومال، ومع الرسم التالي سنوضح كيف تنحرف هذه الرياح على بعد عبورها خط الإستواء من منطقة جنوب الصومال. أعزائي الطلبة الآن هنا رسم توضيحي لانحراف الرياح التجارية الجنوبية الشرقية بعد عبورها خط الاستواء. الآن هذا رسم توضيحي للصومال في أقصى الجنوب تهب الرياح الجنوبية الشرقية، الجنوبية الشرقية وهذا هو اختصارها التجارية الجنوبية الشرقية تسقط أمطار على أقصى جنوب الصومال. ووفق قانون فيرل بعد عبورها لخط الاستواء تنحرف إلى يمين اتجاهها. لو هذا هو اليمين جهه اليمين فتنحرف بهذا الشكل. فتصبح يتغير مسارها وتصبح رياح جنوبيه جاءت من جهه الجنوب ولكن هذه المره من جهه الغرب، جنوبيه غربيه. نلاحظ الان هذه الرياح الجنوبيه الغربيه اصبحت موازيه لساحل الصومال، فتسقط الامطار الغزيره على ماذا؟ على المحيط الهندي. اذا هذا هو من اسباب تكون صحراء الصومال، لو جاء هذا السؤال علل تكون صحراء الصومال، في الحقيقة الجواب يعتمد على شقين، بسبب انحراف الرياح، انحراف الرياح ماذا؟ الجنوبية الشرقية بعد عبورها خط الاستواء لتصبح رياح ماذا؟ لتصبح رياح جنوبية ماذا؟ غربية موازية لساحل الصومال، موازية لساحل الصومال، وهذا هو الشق الثاني، إذا انحراف الرياح لتصبح موازية لساحل الصومال، وهي من الأسباب الرئيسية لتكون صحراء الصومال في الشمال. أعزتي الطلبة، أرجو أن تكون الصورة أو الشكل الذي تم رسمه قد وضح لكم اسباب انحراف الرياح بعد عبورها خط الاستواء. الرياح الدائمه الصيفيه هي القسم الثالث من اقسام الرياح والتي تهب صيفا ايضا من مناطق الضغط المرتفع السيبيري. الضغط المرتفع السيبيري في الحقيقه هو ضغط مرتفع تقريبا طوال العام لان درجات الحراره منخفضه طوال العام، صح يبدا في التراجع مع بدايه نهايه الربيع عفوا وبدايه الصيف ولكن لا يتراجع بحيث تنخفض ترتفع درجات الحراره بشكل واضح وكبير جدا، لذلك الضغط المرتفع السيبيري يبقى ضغط مرتفع، فتهب الرياح في فصل الصيف من الضغط المرتفع السيبيري باتجاه الضغط المنخفض على شبه الجزيره العربيه وبلاد الشام، ولكن تاثيرها في الصيف يختلف عن تاثيرها في الشتاء، في الشتاء لانخفاض درجه الحراره بشكل عام تسقط امطار متفاوته بعد عبورها على بعض المسطحات المائيه الصغيره. ولكن في فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحراره ودرجه حراره اليابس فلا تسقط امطار، اذا الرياح رياح صيفيه، رياح شتويه ورياح دائمه اللي الشماليه الشرقيه تهب صيفا وشتاء ولكن تاثيراتها مختلفه، في فصل الشتاء تسقط امطار واكثر المناطق التي تتاثر بها هي منطقه عمان وفي فصل الصيف لا تسقط أمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتبخر. هذا إذا بالنسبة للرياح الصيفية. أعزتي الطلبة، هنا هناك نوع معين من الرياح وهي الرياح المحلية. الرياح المحلية هي التي تهب على مناطق محدودة محلية التأثير. هذه الرياح تنشأ بسبب اختلاف الكسب الحرارة بين بين بعض أجزاء اليابس وبين بعض أجزاء الماء. هذه الرياح المحلية كل الوطن العربي توجد فيه رياح محلية لان نحن واقعين في منطقة حارة فكل الرياح المحلية هي رياح حارة هذه الرياح خرجت من صحاري اغلبها خرجت من صحاري فتكتسب صفة الصحاري من حيث رفع درجات الحراره، اثاره الغبار والرمال والاتربه، طمر مصادر المياه الجوفيه او الابار، احداث بعض الامراض، العيون، امراض التنفس وغيرها. الرياح المحليه اثارها هذه اثارها السلبيه. الان نوضح من خلال الخريطه التاليه الرياح المحليه في الجناح العربي الافريقي. الرياح المحليه في الجناح العربي الافريقي هناك رياح الخماسين تهب على مصر. قادمه من الصحراء الكبرى تسمى في مصر رياح الخماسين، تهب على السودان وتسمى في السودان رياح الهبوب، تهب على ليبيا، تسمى في ليبيا القبلي، تهب على الجزائر وتسمى في الجزائر السيروكو، تهب على المملكه المغربيه وتسمى في المملكه المغربيه بالسولانو. كل هذه الرياح نفس المصدر خرجت من الصحراء الكبرى، لذلك لو جاء تعريف عرف الخماسين او عرف السيروكو هي رياح محليه حاره خرجت من الصحراء الكبرى تعمل على رفع درجات الحراره، اثاره الغبار والاتربه والرمال، حدوث بعض الامراض كامراض التنفس وامراض العيون وطمر مصادر المياه الجوفيه. الان ننتقل للرياح المحليه في الجناح العربي الاسيوي. هذه رياح السموم تهب على المملكه العربيه السعوديه رياح الطوز تهب على دوله الكويت السهيلي والكوس تهب على دوله الامارات العربيه المتحده لو لاحظنا في هذه الخارطه السهيلي الطوز السموم كلها جاءت من الربع الخالي من صحراء الربع الخالي لذلك هي تعمل على رفع درجات الحراره ولها نفس التأثير إثارة الغبار والأتربة والرمال إحداث بعض الأمراض كأمراض التنفس وأمراض العيون وطمر الآبار الجوفية التي تختلف عنهم قليلا هي رياح الكوس لماذا خلينا نلاحظ اتجاه السهم من أين جاءت رياح الكوس؟ تختلف عنهم أنها جاءت من مسطح مائي من بحر العرب ولكن هي أيضا رياح محلية حارة جاءت من بحر العرب لذلك هي تكون فيها رطوبة تعمل على رفع الرطوبه في بدايه انطلاقتها وبعد ان تدخل في الصحراء تكتسب صفه الصحراء اعزائي الطلبه هذا بالنسبه للرياح المحليه في الوطن العربي اذا درسنا الرياح ووضحنا انواع الرياح الرئيسيه الرياح الصيفيه الرياح الشتويه الرياح الدائمه وكذلك اخذنا فكره عن الرياح المحليه في الوطن العربي الآن نستكمل الدرس مع العنصر الرابع من عناصر المناخ والمهم جدا وهو عنصر الأمطار. الأمطار من أهم العناصر، وهو انعكاس للظروف المناخية الأخرى، وانعكاس لعناصر المناخ الأخرى، وهو العنصر المناخي الرئيسي الذي يعتمد عليه في تمييز الأقاليم. المناخية بسبب وجود اختلافات واضحة من حيث كمية الأمطار وفصلية سقوطها وهو الذي يعتمد عليه في تصنيف الأقاليم المناخية في الدرس التالي عنصر الأمطار الأمطار في الوطن العربي نسترجع هو انعكاس لما تم دراسته من حرارة وضغط جوي ورياح لذلك الأمطار ممكن نصنفها إلى أمطار شتوية وأمطار صيفية الأمطار الشتوية هذه عندنا خريطة توضح الأمطار الصيفية والأمطار الشتوية، نلاحظ هذه الخريطة، نلاحظ أن هناك مناطق غزيرة بالأمطار وهناك مناطق أقل مطرًا على حسب سقوط الأمطار وهبوب الرياح، بشكل عام الأمطار الشتوية نذكر نسترجع تغزر في شمال الوطن العربي وغربه وتقل كلما اتجهنا ناحية الشرق وناحية الجنوب، إذا الأمطار الشتوية تتركز في شمال الوطن العربي لأن الرياح الشتوية كانت متركزة في الشمال، لذلك الأمطار الشتوية كذلك متركزة في شمال الوطن العربي وتقل كلما اتجهنا شرقا وجنوب الوطن العربي، بينما الأمطار الصيفية تغزر في جنوب الوطن العربي لأن الرياح الصيفية كانت متركزة في جنوب الوطن العربي. و تتركز اذا الامطار الصيفيه في جنوب الوطن العربي وتقل كلما اتجهنا شمالا وغربا. اذا هذه حقيقه متعلقه بالامطار، الامطار الشتويه تتركز في الشمال وتقل كلما اتجهنا شرقا وجنوبا، اما الامطار الصيفيه تتركز في الجنوب وتقل كلما اتجهنا شمالا وغربا. اعزتي الطلبه أرجو أن أكون قد وضحت لكم عناصر المناخ وتأثيرها في الوطن العربي وأكون قد وفقت في شرح هذه المادة ولي لقاء آخر معكم في دروس قادمة شكراً لكم